انا النهارده مشارك بميني كوليكشن عباره عن 15 بيس. اسم المجموعه بتاعتي فيمينان كوليكشن او المجموعه الانثويه، لان انا عامل النهارده حاجه فيمينان قوي، اوت كاتور جراند سواريه، راجع بيها للشغل القديم شويه. وبعدين معنا النهارده الوان كتير، احنا مش متعودين دايما ان في الشتاء يكون معنا الوان، لا السنه دي معنا الوان ومعنا حاجات مشجره، ابرزهم الموف اللي لا الفاتح قوي، الاحمر، البيج مع اللايت روز، فهتلاقي في الوان برايت غريبه انها تكون موجوده في الشتاء، فده حاصل السنه دي مش عندنا بس في مصر، على مستوى العالم يعني مود عالميه. يا ترى المجموعه هتناسب كل الاجسام، الجسم المصري شويه اللي هو ممكن يكون ممتلئ، هل ده موجود؟ موجود طبعا، بس احنا طبعا بنشتغل على 32 مقاس 32، بس ممكن السايز ده بيكبر شويه ويتناسب مع الجسم الممتلئ شويه، وبعدين دلوقتي معظم البنات بداوا الحمد لله يهتموا بجسمهم، فحاجه حلوه يعني. المفروض ان النهارده هيشاركوا مرضى السرطان في اخر الحفل، حضرتك شايف ازاي الموضه تقدر تخدم المجتمع؟ يعني الناس اللي ممكن تقول الموضه دي حاجه تافهه او حاجه مش مهمه، ازاي الموضه تقدر تخدم المجتمع؟ الموضه تخدم المجتمع انها تكون صناعه الموضه، وده كان حاصل عندنا زمان في الستينيات والسبعينيات، كانت مصر عاصمة الموضة. فأنا حاسس إن شاء الله إن إحنا هنرجع تاني مصر عاصمة الموضة إن شاء الله، لأن عندنا ديزاينر كتير قوي كلهم موهوبين وناس جميلة جدا. يعني أنا عندنا المصمم الجميل هاني البحيري، ده ديزاينر عالمي، حاجة مشرفة لمصر جدا، وحاجة وعلى طول عنده صناعة مصرية وبيشتغل هاند ميد بأيدي عاملة مصرية، فده حلو قوي، وإن شاء الله إحنا كلنا يعني هنطلع مع بعض، إن في جينيريشن كبير من الديزاينر.